السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عشوكم بحلقة جديدة بلعبة ولعبات جي تي أونلاين. وكالعادة سنقوم بتجربة أحد المابات الخرافية جدا التي قامت الكوميونتي بصناعتها. أنتم قمتم بصناعة مثل هذه المابات، وإذا لم تقوموا بصناعتها ففي إمكانكم صناعة مثل هذه المابات ونشر عادي جدا، خاصة بالأونلاين بطبيعة الحال. بعد ما دخلت اللعبة وصلتني رسالة من فراكين، فإذا بي أتفاجأ بأن قال لي أحد الشركاء الخاصين بدري قام بوضع شيء ما في الديسك الخاص بي. أكيد سنتجه نحو الديسك لكي نكشف ما هو هذا الشيء الذي قام بوضعه هناك. ما هو هذا الشيء الذي وضعه؟ هل هذا عصا؟ وضع لي عصا هنا في الديسك. كوليكت، أوكي، ضغطت على كوليكت. ووو، ميديا ستيك إلوك دكتور دري، ميديا ستيك، كيف هذا؟ لا أعرف صراحة يا رفاق. وضع لي تلك اليو إس بي وقمت بأخذ اليو إس بي. يو هاف إلوكت أ نيو ميوزيك ميكس. انتر أفيو إن سيلكت ذا ميديا بلاير. ووو، فهمت. ذيس ميكس كان بي سيت فيا ذا إنفنتوري سيكشن أوف ذا إن. فهمت يا أصدقاء. الشيء الذي حدث بعد ما قمنا بمساعدة الدكتور دري هو أن أعطاني يو إس بي فيها موسيقى خاصة من بي في الكوب كراش. بطبيعة الحال تعتقد بأنني سأسمع تلك الموسيقى وأنا أنشر المقاطع على يوتيوب؟ أكيد لن أفعل. ويا رفاقي، كي نجرب أحد المابات الخرافية جدا. هاتي الماب عبارة عن أسرع ماب في التاريخ، يمكنكم إنهاؤها بالضغط على الأكسيريشن وبعدم الضغط على المكابح نهائيا. إذا أردتم لعب مثل هاتي المابات معي، ما عليكم فعله فقط هو الإشتراك في القناة، تفعيل ذلك الجرس، وراقبوا جيدا الكوميونتي تاب الخاصة بالقناة، لأن يوما من الأيام سأقول لكم أضيفوني وهي لكي نلعب بعد 15 دقيقة ونصف ساعة. ممكن أن أترك لكم وقت وهو نصف ساعة. أنا الآن ضغط على الأكسيريشن يا أصدقاء وشاهدوا هذا أفرجوا هاتي الماب. انتظروا انتظروا عليه تسجيل مقطع. هاتي الماب خطيرة جدا صراحة بلا كذب. وتخيلوا تحتاجون للتركيز بطبيعة الحال لكي لا تفشلوا، لكن في هاته الماب بالضبط يمكنكم فعلها بدون الوقوف نهائيا وبالاستمرار ضاغطين على الأكسيريشن، وهذا هو الشيء الذي سأبرهنه لكم الآن. رأيتم أنا الآن لازلت ضاغط على الأكسيريشن، لم أتوقف نهائيا. هنا لم أضغط على الأكسيريشن لكي لا أفقد السيطرة، لكنني لم أضغط نهائيا على المكابح. ركزوا جيدا على الضوء الأحمر بالخلف من دراجتي، لا أضغط عليه نهائيا. وراقبوا راقبوا هنا، شيد ماب خطيرة جدا. غلط واحد وستفشلون، وأنا عند فوق من المحيط الآن. يا روعة، شيد شيد شيد، نزلت بطريقة احترافية جدا. وهنا في هذه الأثناء لدينا هذه الأشياء، تلك الأشياء، فإن من الصعب صراحة المرور عليكم فعل الزيكزاك. رغم كل هذا فعلناها بنجاح. ماب خطيرة مثل هذه المابات يا رفاق يجب أن يكون عليها دعم خرافي، دعم جنوني. وشيد وشيد، نحن نتمشى فوق من لا مكان. رأيتم؟ يا للروعة، شيء خطير. أفضل ماب لحد الآن لعبتها خاصة بالدراجات يمكنكم فعلها هي هذه، شيء جنوني. رقب رقب رقب، زيكزاك يا حبيبي، علامة الإكس. وهنا هنا 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 قفزة عالم يا صديقي، شيء خطير جدا. وشيء شيء يعني القفز فوق من تلك، فوق من هذه العلامات. بوم، روعة. مثل هذه المابات إذا حاولتم إيجادها لن تستطيعوا، لأن شركة روكستار جيمز لم تقم بإيجادها، بل يجب عليكم البحث في المابات التي صنعتها الكوميونتي لكي تستطيعوا إيجاد مثل هذه المابات. ماب خطيرة جدا، يمكن لعبها مع أصدقائكم إذا أردتم. أنصحكم صراحة أن تقوموا بتجربة هذه الماب، وإذا أردتم أن أقوم بلعب هذه المابات معكم فكما قلت لكم اشتركوا في القناة، فعلوا ذلك الجرس، ضروري عليكم تفعيل الجرس لكي تظهر لكم الكوميونتي بوست التي سأقوم بنشرها عندما سأريد لعب مثل هذه المابات أو مابات أخرى أفضل بكثير منها. شي شي، أينما مررنا منطقة ضيقة جدا. ورقب رقب رقب، زيكزاك يا حبيبي، لحظة الزيكزاك الآن. شي شي شي، جيب التركيز جيد، إذا لم تركزوا ستسقطون. وبالفعل مررنا بطريقة احترافية. وهنا هنا هنا، يا للروعة. وفي هذه الأثناء أين نحن بالضبط؟ منطقة ضيقة، رأيتم كيف مررنا؟ شيء خطير جدا. هنا القفزة، قفزة عالمية. هربندا ليتس جو. وهنا مرة أخرى، مرة أخرى، مرة وقفنا بطريقة احترافية. أصعب ماب صراحة. شيء شيء، هون زيكزاك زيكزاك زيكزاك. هناك إذا أردتم المرور ستحصلون على السبيد صراحة. في السباق يجب المرور على اليسار. بفعلكم هذه السباقة والتدرب عليها وراء من الكاميرا بعد الدخول السباق سيظهر أن الأمر سهل جدا. وبعد هذا السباق الشيء الذي سأفعله سأظهر لكم أحد التحديات الخرافية جدا والصعبة كثيرة، يستحيل فعلها كذلك، لكننا نحن أكيد سنحاول فعلها. مرة أخرى الزيكزاك يا حبيبي، ونحن دمر رامي هنا. يا قفزة عالمية في هذه اللحظات. ليتس جو، لدينا طريقان، طريق على اليسار سأذهب الطريق على اليمين بطبيعة الحال، لأننا نحن هم أهل اليمين. مرارت كيت كيت كيت.
يجي أصدقائي الأخطاء، لكنني ما أرارش. وممكن أننا وصلنا النهاية. النهاية واو، داخل من الشلال. شاتوا من النهاية، النهاية خرافية جدا بطبيعة الحال. ما برأيتم كثيرة، استمتعت بتجربة رغم أني لعبت لوحدي، ربحت 3000 دولار. إذا لم يكن لديكم أصدقاء بالفعل يا رفاق، لأن ليس لدي أصدقاء مع الأسف، أنا وحيد جدا في هذه الحياة، لا أصدقاء ولا هم يحزنون. لهذا السبب ألعب لوحدي مثل هذه السباقات. صراحة يا رفاقي الأمر حزين جدا. والآن هيا لكي نلعب تحديات الباركور المستحيلة. صانع هذه الماب نفسه هو الذي صنع آخر ماب قمت يا رفاقي بلعبها لكم، واكتشفنا ماب خطير جدا، فشلت فيها مرة وشكرا. اقرأوا ماذا قال في الديسكريبشن في الفوق. قال وارنينج 3,850,396 طفل تم إيجادهم ميتين بعدما لعبوا هذا السباق. لهذا السبب لا أنصحكم أن تقوم بلعب هذا السباق يا رفاق الأوفياء، لأن عقلكم سيطير من مكانه. بما أنني أحب التحدي أكيد أنا لها وسأجربه. وبداية التحدي سنبدأ في هذه البناية. هذا التحدي أنا متأكد أنه سيكون خطير جدا. ستارفي أنا لست كيد على الأقل، لهذا السبب ممكن ألا أموت. راقبوا راقبوا راقبوا، مع البداية فجأة، مع البداية فجأة يجب عليكم الحصول على ذلك البوس. من الضروري الحصول على ذلك البوس. راقبوا 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 الآن. مررت. واو لست متأكد ماذا فعلت. هي واو، سباق خطير هذا، سباق خطير. على الأقل حصلنا على شيء كتشيك بوينت. هنا يجب المرور ببطء بهذه الطريقة يا أصدقاء، لا يجب التسرع نهاية. والآن لا مشكل، لا مشكل. بوم لا ميت. سباق هذا مستحيل. إذا قالوا بأنه مستحيل بالفعل فإنه مستحيل. هنا على الأقل يمكن المرور بسهولة، يجب فقط التسرع. وهنا نستنتج أن نو كونتاكت في هذا السباق فإنها ستكون جيدة جدا. وفي هذه الأثناء بوم، لن ديريت يا حبيبي، أوقفتوها. هيا يا للروعة، عد للخلف، لا تموت. الحمد لله لم نموت. تشيك بوينت. هنا يجب في الوسط. كيف هذا؟ وسط من الكنتينر، مثل هذه السباقات تحت وسط من الكنتينر. قلت لكم مثل هذه السباقات تحتاج تقريبا الصبر وعدم التسرع. فإذا بي أتفاجأ بأن هناك بالضبط يجب عليهم الإسراع. إذا قالوا بأن هذا السباق سيكون مستحيلا، ونعم نعم هذا السباق فإنه مستحيل، يستحيل فعله يا رفاق بالفعل. هذا السبب لقد مات الشباب، مات الشباب بسبب أن هذا السباق خطير جدا. الآن ضربت في الباب، ذلك الباب هو سبب سقوطكم، لأن ذلك الباب سيعيقكم تقريبا. حسنا، رأيتم الباب، الشيء الذي سيفعله لكم الباب سيعيقكم، سيدفعكم لتلك الضفة، لكن استطعت المرور. تشيك بوينت، ليتس جو. لا أتم كثيرا، وصلنا للتشيك بوينت، يعني أن سنبدأ السباق من هنا. هذا السباق رغم أنه صعب شيئا ما، لكنه ليس صعبا كثيرا. في هذه اللحظة يجب الضرب هناك، بوم والقفز بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. واو خطير هذا السباق، خطير 100%. يجب الضرب هناك والقفز، يستطع الذهاب لتلك الضفة بهذه الطريقة. يا سلام، فعلتها. فعلتها يا صديقي، فعلتها. أمر خطير هذا بطبيعة الحال، لكنني فعلتها. الآن نصعد من هنا. هنا هي الطريق، كيف سنستطيع المرور؟ فهمت. الأمر أصعب مما كنت أعتقد. يجب الضرب هنا والقفز فوق من تلك المنطقة، وبعدها سباق خطير هذا، خطير. هذا السباق علي لعبه معكم يا صديق، سأحاول إنهاءه الآن، لكن علي لعبه معكم لكي أكتشف قدراتكم أنتم كذلك. نسبة 99% سيخطئون بعد الوصول لهذه المنطقة، شيء رائع. توقف توقف، والآن يجب الإسراع، إسراع إسراع إسراع. ليتس جو ليتس جو. توقف. فعلتها يا صديقي. يا سلام، تشقلبنا في الهواء. والآن ما الذي يجب فعله؟ مشكل. تسرعت، ما كان علي تشقلب في الهواء صراحة. أنا سعيد لأني وصلت في تلك المرحلة. هناك كيف سنفعله؟ أوكي، هكذا. يا سلام. قف. وقفت الحمد لله. والآن أمر خطير. رأيتم أين يجب علي المرور؟ المرور هنا. قف. لا هي هنا سنفعلها ان شاء الله، هنا سنفعلها. يا سلام. فعلتها. يا للروعة، يأتي الأثناء عليكم النزول ببطء وفي الوسط. جيب حسابها، الرياضيات ستشتغل الآن. رأيتم الرياضيات، قلت لكم ستشتغل في هذا التحدي. أحسن. الحمد لله. هنا. يا. يا للروعة يا للروعة، لدينا طريقان، يا إما النزول للأسفل عبر ذاك أو الأسفل صراحة أفضل حال هو الأسفل. نعم، من هنا ويجب الإسراع قليلا، هذه هي أأمن.
أأمن طريق هي تلك. كيف هذا؟ هل من هنا الطريق؟ هنا هي تشيك بونت أولا. واو واو واو. أمر خطير هذا يا ثقة. لا أعرف من أين علي المرور، لكن أتوقع يجب المرور من هنا. لا أريد التسرع كثيرا. هناك طريق أخرى. نعم تلك الطرق لن تأخذكم لأي منطقة. الطريق هناك والطريق هنا لن تأخذكم لأي مكان. وهنا أستنجد يجب هكذا. يا للروعة. تسرعت كثيرا تسرعت كثيرا. اكتشفت الاستراتيجية. علي الضرب هنا والقفز بطريقة احترافية. إيه بسرعة. أحسنت المكابح. فعلتها. أمر غريب. شي أين نحن؟ شي الآن أضغط على الأكسيريشن ببطء شديد. ببطء شديد بطبيعة الحال. الحمد لله. الآن هكذا. اقفز. يا للروعة. وصلت التشيك بوينت. الحمد لله. هي الآن. يا سلام. الآن يا صديقي. فعلنا. سأعود للخلف لأتسرع في هذه الأثناء لأن سنحتاج الأكسيريشن. يا للروعة. لما قمت بتطوير الكاميرا ودورت الكاميرا لأن يستحيل الضغط ورفع العجلة وتطوير الكاميرا بالماوس كذلك. رغم كل هذا سأحاول فعل التحدي. ندور الكاميرا في بعض الأحيان. أدور الكاميرا هنا مثلا. شيء رائع. هنا. يا للروعة. مرة أخرى. شيء جميل. الجاذبية فإنها غير موجودة. شاتم شيء الذي حدث. لقد توقفت هناك. عرفت أني سأفشل أصلا. هذا السبب استمررت. هذا التحدي لا يجب تسرع. صراحة إذا تسرعتم ستفشلون. تحدي خطير صراحة بلا كذب. هيا ضربت في تشيك بوينت. الحمد لله لا أهجم. ضربنا في تشيك بوينت. ذلك هو الهدف. فعل عجل بتلك الطريقة. شيء خطير. وهنا يجب. واو الحجر. حجر كيف هذا؟ نعم سنمر الآن من تلك المنطقة. هيا يا صديقي. قف. مع الأسف. وهنا أستنتج لا تحتاجون كثير الأكسيريشن. الآن رقب. الحمد لله. كيف هذا؟ لقد فعلت التحدي لكن سقط لي وحده. صراحة كان على الموتورسايكل أن يتوقف بطريقة أو بأخرى. الموتورسايكل كان عليه أن يتوقف. هيا توقف. أحسنت. الآن طريق الحجر. طريق الحجر أصعب طريق في التاريخ كما تشاهدون. أصعب طريق صراحة. ممتاز مررت الحمد لله. وهنا طريق الأنابيب. كيف هذا؟ كيف مت؟ أمر غير معقول ذاك. لا وسنعيد منذ هذه المرحلة. لهذا السبب 3 ملايين طفل لقد ماتوا بسبب هذا التحدي. ببساطة أن التحدي مستحيل خطير. يستحيل فعل هذا التحدي. إذا قالوا بأنه يستحيل فعله فإن ذلك الشخص لم يكذب علينا. الآن لن أهتم كثيرا. أكسيريش يا حبيبي. وصلت. فعلتها يا رفاقي. شيء خطير. والآن يجب المرور من وين؟ تلك الطريق التي فرحت بأني لن أمر منها. الآن علي المرور منها بهذه الطريقة. ساقط. أنا الآن أتعذب داخليا مع هذا التحدي. إذا أردتم البقاء على صحتكم وعلى عقلكم فلا أنصحكم أن تلعبوا مثل هذه التحديات. تحديات مستحيلة بطبيعة الحال بدون كذب. عود اقتربنا من الوصول يا مغفل. slow and steady قالها مايكل لتريفر. slow and steady أيها المغفل. هنا ميت. سأضغط على الأكسيريشن لن أهتم. هيا صديقي. فعلتها. أين هي الطريق؟ وصلنا للنهاية. لا أعرف. السباق لم ينتهي على الأقل. لا أعرف صراحة أين هي الطريق. هي تشيك بوينت. سننزل لكي نكشف. أين هي الطريق؟ رأيتها. نهاية هناك. وصلنا النهاية. شيء جنوني. أخيرا رأيت النهاية. نهاية إنها بعيدة الصراحة. نهاية هناك. كيف سنستطيع النزول في تلك الضفة؟ الأمر خطير. يجي فعل الإيمين بطريقة معينة. هيا يا صديقي. يا سلام. تعديتها صراحة. لا يجب الإسراع كثيرا في هذه النهاية. هيا صديقي. الآن. هيا. شيء خطير جدا فعلته. العلامة هناك في الفوق. لا أهتم. سأصعد سأبحث عن العلامة. شيء خطير جدا فعلته. تحدي خرافي هذا. دلم تلعبوه فلقد فاتكم الكثير صراحة في هذه اللعبة. في لعبة GTA Online. نحن جئنا الآن نصيب تلك التشيك بوينت. أتمنى فقط ألا أموت. هيا صديقي. يا سلام ضربت التشيك بوينت. هنا هي التشيك بوينت الأخرى أمامي مباشرة. وهنا نستنتج إذا وقفتم باحترافية فإنكم ستنهون السباق بسرعة أكبر. شيء خطير. 3 مليون طفل قتل نفسه بسبب هذا التحدي ونحن استطعنا فعل هذا التحدي. هذا أمر
غير معقول اكسرش. لا 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 اخطاش 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 اخطاش. لو كنت العب ضد الشباب صراحه كانوا سيدمرونني فيها جيلا وسط لاني لم اراك جيدا. وهنا هنا 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 يا سلام يا سلام با تحدي خطير جدا. اثارتم العباده التحدي معي فما عليكم فعله فقط هو الضغط على زر لايك نشر المقطع مع اصدقائكم. 7700 دولارات اذا لعبنا مع الشباب ممكن الفائز الاول سيفوز بعدد هائل جدا من الدولارات. طريقه اللعب معي كالعاده ساختار يا رفاقي يوم عندما ساقوم بالدخول لمثل هذه التحديات وسانشر في الكوميونتي الخاصه بالقناه وساخبركم يا شباب اضيفوني. ساضع لكم رابط الحساب اضيفوني بسرعه في خلال 10 دقائق عليكم اضافتي لان في خلال 15 دقيقه سادخل وساستدعي الشباب. الشخص الذي جاء ودخل فلقد جاء والشخص الذي لم يدخل ساقوم بحذفه من قائمه الاصدقاء لكي اترك مساحه اخرى للشباب المتابعين لكي يلعبوا معي مثل هذه التحديات الخرافيه. وحتى ذلك الحين كان معكم ياسي سبحكم الله والذي لا تضيع ودائع ولا تنسوا بان السلامه وخير ختام.